مرحبا، رح نحكي بهذا الفيديو عن كيفية الدخول لليوتيوب أكاونت وعمل أبلود لفيديو على Our Channel. Click Sign In. دخل الإيميل جيميل أكاونت اللي سبق وأنشأته. Next. بدخل الباسورد. هون بروح على Your Videos، الأشياء اللي أنا محملها. إذا كنت أول مرة بتفوت رح تكون فاضية. هون عندي أنا Playlists. Playlists خلينا نحكي هي كاتيجوري لفيديوهات من نفس السبجكت. رح نعمل Create للPlaylist أثناء عملية الأبلود للفيديو. To Upload Video بنروح على هذا الأيكون، Select Files، بختار الفايل اللي أنا بدي أعمل له أبلود. عم بحمل، بدخل التايتل اللي هو بالعادة بيظهر أسفل الفيديو على اليوتيوب، وبدخل كمان Description لهذا الفيديو. أنا هون بدي أدخله نفس التايتل، الديسكريبشن رح أدخله نفس التايتل. هلأ البلايليست رح يحكي لي اختار بلايليست موجودة، أنا ما بدي أختار موجودة، بدي أعمل New Playlist، فبروح على New Playlist، بدخل اسم البلايليست، بدي الفيزيبيليتي تكون Unlisted، الهدف إنها تكون Unlisted إذا المادة اللي أنت حاطها في الباوربوينت سلايد هي مأخوذة من الكتب المدرسة في الجامعة، فهي بالعادة بتكون Copyrighted، فالمفروض إنها تكون Unlisted لهذا السبب، تمام؟ لأنها الماتيريال احتمالية تكون Copyrighted. فهيك انت بتخلي نفسك من مسؤولية الكوبي رايتس وحقوق المؤلفين. بعديها هون كرييت، صرت انا هون الكرييت هاي خاصة في البلاي ليست، فصار اسمها هون هاو تو اي ليرنينج اللي هلا انا ضفتها، بعمل كليك عليها دون. هون خيارات انه هل هي للكيدز ولا مش للكيدز، ما بتهمني نو. بعديها بعمل كليك على نيكست. إذا بدك تضيف إن سكرين أو أي إشي، هاي أنا ما بدي أضيفه. Next، لأنه أنا الشغلات هاي مضافة في نفس الفيديو. Save or Publish، بختار برضو Unlisted. هلأ Unlisted فيديو شو معناها؟ معناها إنه أنا ما بيظهر لي هذا الفيديو في السيرش، أنا بروح بعمل سيرش على اليوتيوب ما بيظهر إلا إذا أنا أعطيت اللينك للفيديو تبعي للشخص اللي بدي إياه يشوفه. مثل عشان هيك أنا بحطه في الإيلانك، عشان هيك أنا ما بدي يظهر إلا من خلال الإيلانك لأنها هي ماتيريال للجامعة. بعد هيك كليك سيف. and click here to see your video. وهيك بيكون عندي صار الفيديو على اليوتيوب، بقدر أخذ اللينك وأضيفه على الإي ليرنينج.